الاحساس ديالي كنت فرحان بزاف، حيت انا اصلا تلقيت عده عروض من عده فرق، وانا اختاريت فريق الرجاء البيضاوي حيت انا من صغري كانت عز عليا فريق الرجاء البيضاوي، والحلم ديالي كان الحلم ديالي هو نلعب فريق الرجاء البيضاوي. واليوم الحمد لله سنين ثلاث مواسم ونصف ان شاء الله مع فريق الرجاء البيضاوي، وكنتمنى ان شاء الله نكون في حسن الجمهور ان شاء الله. الهدف ديال زكريا الوردي مع فريق الرجاء البيضاوي هو يحقق ألقاب إن شاء الله وبطولات إن شاء الله، ولما لا هذا العام إن شاء الله بكوب العرب وكأس السوبر إن شاء الله. لا لما كنظن ما نلقاش صعوبة مع فريق الرجاء البيضاوي، حيت كنشوفهم كعائلة إن شاء الله ونقدر نسجم معهم كعائلة. كنعرف بعض اللاعبين بحال أنس جبرون ورحيمي، وكاين ياجور محسن ياجور، كنعرف عدة لاعبين، ما نلقاش صعوبة إن شاء الله ونسجم مع العائلة الرجاوية إن شاء الله. بغيت نقول الجمهور ان شاء الله يساندونا ان شاء الله، ويجيو ديما التيران ان شاء الله ويساندونا، ونكونوا حنايا ان شاء الله في حسن ظنهم ان شاء الله.